يصلح وعنده خبار، ما نبداري بنفسه ويش مطلوبها. أما عينه تبارك الله فالدجاج المحمر راحت بطول كبار. يا سلي ويحف اللعبة شد الحزام، قامت الملحبة واعرف حقوقها حاضر انجل. في البداية نرحب فيكم أعزائي المشاهدين، ونقول حياكم الله في الحلقة الثالثة من برنامج أو استراحة القلطة. يعني إن قلنا الحلقة أو قلنا برنامج أو استراحة، المسميات واحدة، ولكن البرنامج هذا هو متخصص في فن القلطة اللي هو فن المحاورة. قدمنا قبل هالحلقة هذه حلقتين، حلقة مع الشاعر مفرح الضمني وحلقة مع الشاعر عبد المحسن الرفاعي. وبعد ما نزلت الحلقات هذه الحقيقة أنا أشكر كل من اتصل علينا من الأخوة في الخليج، بدون يعني لو نحدد الأسماء لطالت القائمة، ولكن احنا نشكرهم ونقول يا مرحبا فيكم في الحلقة الثالثة من فن القلطة. السلام السلام فيه شرها وفيه عتاب على اللي يقدر شارته ويتحملها، على اللي يقدر شارته ويتحملها. سلام سلام فيه شرها وفيه عتاب، على اللي يقدر شارته ويتحملها. ولا يا الرياح لا تنام فتحنا الباب، ليا قلت قلها قلت ماني بقايلها. خلوها هلا مرحبا ترحيبة نورها ما غاب، برضي بها الزعلان والله يجملها. خلوها اشوف الثياب
قصار مدري وش الأسباب وكثرت على الخياط وزرى يطولها اسمع على الناس لا تقعد تلهواسي وتعذاب أبرد لك اللقمة وتسبق وتاكلها أبحطي ما بيني وبين القلم وحساب ونقص الرئيس انها قبل تطول مشاكلها اللي يا أميتي وهالمصر ساقت ما حملها صامله مثل سم الداب أحمل جمال عقيل وانزل وأهملها صاحب النصاب أبه قولها وأنت أهبك كيفك تحللها أبه قولها وأنت أهبك كيفك تحللها عسى الله يبعد
الأيام يا فيصل ترى جرحها مطاب يا بعد البروق اللي عيونك تخيلها الشام نعرفهم لهم في الجنوب أصحاب ولن عفت من صحبتها للشام بدلها ترى الموارى ذاك الجبل ورد يا شراب مع السكه العسره عسى الله يسهلها ضيفنا في هذه الحلقة عزيز المشاهد هو الشاعر أبو بكر الحضرمي حياك الله يا أبو محمد الله يعافيك حياك الله أبو بكر الحضرمي يا ليت أنك تعرفنا على اسمك بطاقتك الشخصية على ما قالوا ونشأتك وين ربيت وين ولدت وين تربيت حتى نبين للأخوة المشاهدين من هو الشاعر أبو بكر الحضرمي والله أنا أبو بكر ابن محمد ابن أبو بكر بازعزوع نعم ولادتي في مكة المكرمة عام 1362 هجرية ونشأت وتربيت في مكة والمنطقة الغربية نعم تسمية الحضرمي من وين جاءت؟ بكر الحضرمي هذا البادية يستخفونها لأن الاسم أبو بكر بن محمد بازعزوع يستخفون كلمة بكر الحضرمي وأنا يعني جذورنا أصولنا جدي أو أبو جدي قبل 180 سنة من حضرموت أبو محمد يقولون أنك الأب الروحي للموال يا ليت توضح لنا والله الموال قبلي ولكن أنا أدخلته في فن المحاورات وأعطيته يعني تلحين خاص كذا جميل بالإضافة إلى أنه كذلك فيه بيتين يغنيها الصف هو المجالسي ما حد فكر قبلي لأنه صعب أنه يغني الصف لكن أصبحنا نغنيه ويطرح يسمع هذا يستمتع به الجمهور وأيضا الصفوف هذه صفوف الملعبة أو القلطة كما تسمونها عندهم بيتين أخرى يغنونها أبو محمد أنت اشتهرت في الخليج واشتهرت يعني من شعر المحاورة يا ليت تقول لنا متى بديت شعر المحاورة أنا بديت المحاورة في الثمانينات الهجري يعني عام 1381 ولكني يعني كنت على نطاق محدود في مكة في الطائف وكهواية إذا حضرت أقول إذا لا يعني ما كنت ولكن
قبل 5 سنوات بديت فن اسمه فن المجالسي، هو موجود اصلا يعني من قديم لدينا في الحجاز. نعم. المجالسي موجود في السابق. نعم. ولكن يستعمل في المجالس الخاصة وعند قاعدة الناس ومجالس المشايخ والبادية. نعم. في سمراتهم الخاصة. فأنا أدخلته في المحاورات ولقي صدى طيب من الجمهور واستجابوا له وأصبح فرض نفسه. نعم. الآن بدأ ينتشر عندنا في السعودية، انتشر وهذا هو الآن عندكم في الكويت كذلك. شنو الفرق بين المجالسي والموال؟ يعني هل هناك هو ذاته المجالسي هو الموال، ولكن مع التنغيم وهذا أصبحوا يتفننون في الشعراء في طريقة أدائه. نعم. كل واحد صار يجيب له لحن وهذا، فقالوا له الموال، يقولون الموال، هو الموال ربما لحون أخرى عندنا في هذا تؤدى باللغة العربية مثل المجس. عندنا في الحجاز في المنطقة الغربية حاجة اسمها المجس ويقولون لها الموال، كذلك هذا المجالسي هو مو بعيد عن الموال. المجالسي أو الموال أو المجس، سمعنا من الموال، هو كلهم لحن واحد يا أبو محمد؟ لا، عدة ألحان. خلنا نأخذهم بالتدريج، يعني مثل قصيدة أسمعك مطلعها الحقيقة ماني حافظها ولا كنت تدري أنك. نعم. تبغى تجري معي هذا اللقاء؟ محاورة قلطة. لا، ما هي محاورة، يعني هي ذات مجالسي، لحن المجالسي. أنت تقصد لحن المجالسي؟ نعم. عطنا فقرة من الموال، يعني شيلة مثل ما قالوا. هي طبعا كانت قصيدة جبتها أشكر فيها خدم الحرمين. نعم. الشريفين في توسعت الحرمين التوسعة التي لم يسبق لها في التاريخ. صحيح. أن فعل ذلك أحد من الملوك حتى في العصور الذهبية. نعم. أعتقد أن الناس اللي كانوا يسمون أنه في عصور ذهبية في السابق. نعم. ما أدركوا. نعم. العصر هذا والأشياء التي تمت فيه. نعم. من توسعة ضخمة. سلامي مني يا ملوك الجزيرة وهي زارعين الخير في كل ديرة، يا أهل الشهامة والعقول الكبيرة، عدوكم صم البساطير تطاها، وخص فارس ناوي حامي حمانا، فهد المفدى شمسنا في سمانا. الله. اللي في حكمه حقق الله رجانا، فهد الذي في كل ما قف شكرنا. تسلم. هذا المجالسي؟ هذا المجالسي. بس يا ليت تذكرنا شنو الموال وتشيل لنا شيله من الموال. هو ذاته هذا المجالسي ويقال له الموال عند البادية. نعم. لأنه كما قلت لك هو يشبه الموال في المنطقة الغربية اللي هي المجسات هذه، وهذه حاجة معروفة لديكم ولدينا لأنها تراث قديم، والمجالسي تراث البادية، وبرضه يقولون له موال لأنه يؤدى بطريقة نغمات مثل ما سمعت. طيب اللحن اللي أطول من هذا يا أبو تفضل في شيء. اللحن اللي أطول من هذا، هذا جبناه أنا والأخ عمر الخالدي. اللي بداه منه؟ هو بداه. نعم. وطبعا الفكرة كانت مشتركة، ولكن
بدأ به هو، واعتقد انه في يعني في اشرطه مسجله بهذا. انا شفت وطلعت على الصراحه المحاوره اللي بينك، وكانت محاوره جميله، وهي اللي انتشرت تقريبا بين الجمهور المحاوره. طبعا نعرف الظلم ونعرف العودة إله يوم يخلص عميل من عميل. رح بيشانك ونادعني ويشاني. نعرف الظلم ونعرف العودة إله رح بيشانك بقعد في ظلاله وثري باقل ايام ويزيل. وانت اللي على البيت تحداني. جيت الى البيت بقعد في ظلاله وانت ما يغطى المن ثيل.
كل عيد انت ورد لحباله واعتقد ما يغطى المنثيل وانت خاطرك صلف ولا تداني كل عيد انت ورد لحباله وانت خلي بعض العرب مالك ويماله مسلم لا يحط ولا يشيل راح يروحه ولا فيها مثاني خلي بعض العرب مالك ويماله راع الحسن جازه بالحسن راعي الكيف ما ذقنا دلاله انت من روق من تهمن خواني ليت مال في قيد في جماله انت من روق من تهمن خواني ليت مال في قيد في جماله ليت مال في قيد في جماله بأمري مولاي وبعزة جلاله مطلب العون من كف البخيل بأمري مولاي وبعزة جلاله مطلب العون من كف البخيل لا عطيت البخيل ولا عطاني بأمر مولاي وبعزة جلاله كف البخيل
بأمري مولاي وبعزة جلاله مطلب العون من كف البخيل. لا عطيت البخيل ولا عطاني بأمري مولاي وبعزة جلاله. كسعي قاله اعترضني وانا عابر سبيل. اعترضني بشره وابتلاني العظى له بعدنا. كسعي قاله اعترضني بشره اشرب البن وورح زعفرانه نترم الضيف ونكرم سباله. اشرب البن وورح زعفرانه نترم. محمد الشاعر الجبرتي رحمه الله عليه توفى قبل شهرين او ثلاث شهور الله يرحمه. يعني قبل 5 سنوات جينا في مكة في أم الجموم وسوينا معاه لقاء تلفزيون الكويت. يقولون إن لك علاقة بينك وبين يعني في علاقة أسرية بينك وبين أو خالك أو كذا، يا ليت توضح لنا الموضوع هذا. أيوة نعم، علاقة عائلية. نعم. إيه هو من أخوالي. نعم. وكذلك بيننا صهارة ونسب. أي نعم. إيه. له تأثير عليك في الموضوع؟ طبعاً. الجبرتي له أكبر التأثير علي، يعني من قبل 30 سنة أو 35 سنة. وأول شاعر يعني أحرجني وضعني أمام، يعني كنت متردد في شعر المحاورات، خلاك في الأمر الواقع، خلاني في الأمر الواقع. ويقول مجبرا أخاك لا بطل، لا بطل ناداني وقمت ورديت عليه. ايش ناداك فيه؟ انا رحت ادور له وبعدين كل ما يقابل واحد يقول ابن اخيكم يسال عنك. بعدين جابوا لي وعقب ما استانسنا وهذا حب انه يداعبني، انا كنت صغير في ذاك الوقت تقريبا، ويبغى يختبرني. قال لي انت شاعر؟ قلت لا انا ارد شوي. ما لما جينا في حفله عند قبائل حروب، احنا كنا في مكه في محل قال له العتيبيه وفي قبائل باديه، وقامت الملعبه قال سلام الله برديه يا بكر بن اخي يا سلمان. هلا
وهبثني بالسلام أثني على حضرة بين أخينا ذكرت إنك تدورني وتنشد عني العربان بعد دورت أنا جيناك وأنت من تشانينا قلت له أهلا يا مرحبا باللي حاضر في حزة الرحمن تهرحب الوفا باللي نهار اليوم لافينا أنا لو جيت أدوركم وهجوب أدور الخيلان وحنا طبعنا ننشد عن الحصة ويعانينا واستمرت المحاورة أي أبو محمد عندك معرفة في الشعراء القلطة في الكويت والله في السابق أنا ما جيت في الكويت هذه أول زيارة لي أول زيارة لي الكويت والحمد لله اللي يعني الأخوان أشكرهم اللي أتاحوا لي الفرصة ودعونا حياك الله في الكويت يعني وأهلك وأخوانك وكذلك يعني هم في أشياء مشتركة وحنا عندنا الجنيدرية وهم كذلك مجتهدين في إحياء التراث وهذا ما يدل على أصالة الكويتيين والسعوديين وكلهم يعني متعلقين بتراث الآباء والأجداد نعم. هذه حاجة تشرف تعرف القلطة كم صار لها سنة يا أبو محمد والله إذا شعر القلطة هذا ممكن موجود من الجاهلية يعني كانوا مثلا شعراء في عكاظ كانوا يتبارون في الشعر يتحاورون وأما شعر البادية هذا فهو قديم يعني لا يوجد تاريخ أنه يعني نص على أنه في اليوم هذا قبل قرنين أو قبل ثلاثة قرون أو قبل أربعة ولكن هو يعني عريق جدا عريق أبو محمد فيه قصة طريفة بينك وبين الجبرتي يا ليت تذكرها لنا هي محاورة يعني انت كيفك انت مخير يعني في انك تختار المحاوره اللي فيها فكاهه وفيها ايه هي في بيتين احفظها فكاهه وهذه قصيده قاف كامل تقريبا هذا يعني كنا معزومين عند واحد من اهالي وادي فاطمه كان عازم الشعراء من الطائف شعراء عتيبة للجبرتي اللي حصل طال عمرك انه جاء مطر وسيل وصك الطريق ما جو شعار عتيبة ما جو من الطائف تأخر اي فالشعراء اللي هناك ما يستطيعون ما يوقون الجبرتي وانا كذلك ما اكفف الجبرتي فقلت لهم قوموا أنا عشقان اللعب في شبابي يعني عشقان القصيد وعشقان قلت قوموا قصدوا العود قالوا ما نقدر قلت قوموا أنا معكم الوالدي والجبرتي الجبرتي إحنا نقول للشايب عود قالوا قوموا إحنا معك المهم اللي حصل إني تحاورت أنا وياه ينزعل مني يقول لي يعني انت ولو انك ابن اخينا اجنب يظهر برا يقول ادخلي يا وخرجي الخارجية يا بين اخي لا يجيك
خوفي من بطن الاماني كل ما رحت وجيت وقلت انا ولد السلميه روحي يا زعزوعي نادي لك معك زعزوعي ثاني قلت له ما نقول إلا الصحيحة اللي على تقوى ونية وحي ليلك وحي ليلك يا العهمي للشق الباني وإن جاحت وناجح دناكم وذمتنا بيرية جهدنا ما ضعي ما بين العرب والترجماني حافظ تكملتها ولا؟ لا والله ماني حافظ ولا كان في مسجلات في ذاك الوقت الداخلية ادخلي ابو محمد في محاورة طال عمرك انت والجبرتي بس لها قصة جميلة سمعت انا كنتوا معزومين في فرح ايه ويا ريت تذكرها لنا ايوه نعم كنا معزومين في فرح وكان العود الشايب نعم له اللي هو الجبرتي الجبرتي نعم له مكافاة مشروطة معروفة ما هي نعم والوسيط اللي جابه بدل المئات 50 يوم انتهى الحفل مشى معنا هاك الزقاق المظلم حياكم الله وحياكم الله اللي هو الطريق المظلم اللي هو الطريق طبعا ما فهم معروف حتى نعم الطريق مظلم فالبداية ما أعطانا شيء وحطها في دين العود والعود يوم تفقدها وإنها كاملة ويوم جينا في النور وجدها نصف المبلغ لأنها بدلت من فئة 100 ريال إلى 50 50 وقال نرجع وأنا ما رضيت كملت له من عندي فرجعها معنا نعم رجعها معنا فبيقول التقيته في المحاورة التقينا في المحاورة عقبها بليلة بعدها بليلة أي اللي بدأ هو طبعا اللي بدأ هو يقول يا بكر أنا وجيتكم ضيفي عجلاني والضيف ما ينكر مع معازبه الله هل وهل اليمن ما يروحون إلى الشام والشام ما يقبلون اليمانية الله هل أهل ليلة همستي ضايق وزعلاني من خالك اللي تسند وتنحب طبعا هو يقصد أهل اليمن حنا بالنسبة لهم يا أهل مكة نعم يمن وهم شام يعني أرض الشامية تجاه الشام بالنسبة تجاه الشام وحنا تجاه اليمن إيه؟ نعم أهل لامستي ضايق وزعلاني من خالك اللي تسند وتنحب الله هل عتيبه أرحمكم ما هم أرحمي لا هم فقارة ولا هم غناوية الله هل قلت الله من ضيفي يا ربعي عناني ويصيح وانا مكمل مطالب أهل اليمن ضلعه نايف نسامي راسي ومريودي والدار محمية الله الله تجيبي دعوة على غريب رهاني تشكي من أخيك للناس ترمي يا سلام يا سلام البحر ما يقطعه كل عوامي مير الهجر يا الجبرتي سعودية الله هل قال الكيسي هو يقول
أهل كيس مليان ما هو بفرغاني والليل يا عمي واللي معك جيبه. الله الله. أنتم ورايا ما تمشوني قدامي والرز ما ينخلط بالدمحنية. الله الله. الدمحنية شنو يا أبو محمد؟ الدمحنية هذه الذرة الدفينة الحمراء. كانوا من أول الناس يعني. أيوه أيام المخلوق الحمد لله. الحمد لله الناس في خير. طيب في العصور. تفضل كمل. الرز ما ينخلط. صرف السعودي وصرف الميريكاني كل الخلائق تبيعه وتشريبه هذه السنة ومن تمثلك كما لعامي أزهمك يا بكر ما تلتفت فيه. الله الله. قلت له أهل كيس طقه وخليك فقراني بعدين أعود على العود وسريبه يا موتر انسر من غير صدامي اضرب حسابك ولد النظر فيه. الله الله. قال ما تنقل خذ هو يقوله نعم. ما تنقل خزنة بن سليماني صندوق مليان مبهم لواليب حنا على البنك وهل انت خدامي اعطيك قرشين واعطيك ربي. يا سلام يا سلام. يا كبر حظي قبل اشوفك تحادى وتسجم عيه من بلاد البلاد السالفه ما هي بديدي يا دادا نقرا عليك الفاتحه والتحيات أين علي يا شفت الزمان يدور أكرب حزامي وجهه معتيبة يمكن يخلي الفاتحة ما قراها واللي لقلق ما وصد وكلا نقرا عليه الفاتحة والتحيات ما ينفعك ناصر ولا منصور الشهب عواذيبه يوم الجبل الشهب عواذيبه لا ينبك ناصر ولا منصور يوم الجبل الشهب عواذيبه لا ينبك ناصر ولا منصور يوم الجبل الشهب القرد شكلك وطابعك جننت صحبانك وجننت ربعك يا قرد وين الطق لجاك سبعك يقرا عليك الفاتحة والتحيات أحزم فراشك في ظهر بابور أحزم فراشك في وغطس مع البحر ود غاليبة وغطس مع البحر ود غاليبة وحزن فراشك
عيال الهدوء أشوف طيارات وسطول بحري وانقيل وش هي حاجتي قلت ما أدري أشوف طيارات وسطول بحري وانقيل وش هي حاجتي قلت ما أدري واللي يسوق ذرة الشمس بدري نقرأ عليها الفاتحة والتحيات أنت تعرف حبيب الدكتور أنت تعرف حبيب الدكتور ما في لا شك ولا ريبة كف متنين قدامك ومتنين تردف انت سويت الفيل بوخش من عكف متنين قدامك ومتنين تردف لكن بالله يا جودي لا تلقف نقرا عليك الفاتحة والتحيات مخلافك الاثنين في الطابور مخلافك الاثنين في الطابور تمشي وتصبح تمرة العيبة قامت عليك القيامة ترز ساقن مثل ساقن نعامة نقرأ عليك الفاتحة والتحيات أنا أعرفك يا المنهي المامور أنا أعرفك يا المنهي المامور خلك تود العلم لأنك من سوم المنايا قريب لا عاد تفتح كشرتك يا حبايب نقرأ عليك الفاتحة والتحيات الله يستر من قرون الثور الله يستر من قرون الثور ثورا مش
شذبت نعراتيبه يقول لك خاف من زولك يا روعني ورجك بسيطي انا البحر وانت السوات المحيطي لكن بالله لا تعيد الشريطي نقرا عليك الفاتحة والتحيات وثق يدينك في غزال الكور واحذف مصيبة واشتال المصيبة سلطان هيكل وصوره سلطان ابن عبد العزيز خونوره ولا هذا سلطان هيكل وصوره وان كانت الليل طارت طيوره نقرا عليها الفاتحه والتحيات اليوم اليوم لازمنا الثور بالحنجر ما عاد ظن الراس يوم يبه صاحبك ما يفرشك وريالك اللي شايل ما يعيشك لا عاد تقف عند بوابة الكشك نقرا عليك الفاتحة والتحيات الطير له مخلب ولد انقر لكن يا مقصر مخاليبه تذكر من المحاورات بعد شيء انت والجبرتي؟ والله انا ما اذكر ولا كنت محاضر وانا في يعني ذاكرتي ضعيفه جدا. طيب ابو محمد احنا نشكرك صراحه على هاللقاء ونتمنى إن شاء الله نلتقي معاك في لقاءات ثانية. كذلك أنا. حياك الله في ديرتك الكويت. أنا أشكركم طبعاً أنا سعيد جداً لوجودي مع إخواني الكويتيين وإحنا كلنا أخوان ونحبكم وتحبوننا أكثر. عزيزي المشاهد نشكر الشاعر أبو بكر الحضرمي على هاللقاء الجميل اللي استمتعنا معاكم فيه وأيضاً عزيزي المشاهد نلتقي مع الشاعر. صياف الحربي ونقول له يا مرحبا فيك أهلا وسهلا
نقول مثل ما يقولون دائما يا أبو مفلح، متى بديت المحاورة؟ والله المحاورة بديتها في وقت كنت ذكرته أكثر من مرة في الصحف الشعبية وفي نعم السؤالات اللي توجه لنا من قبل البرامج الشعبية. أنا بديت 85 هجري. 85 هجري. يلا الله. في أحد من عائلتك شاعر؟ ما في أحد. طلعت أنت بروحك يعني؟ نعم أنا نزلت عليها نزول. 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 على المحاورة. على المحاورة. نعم. والقصيد طبعاً. الله القصيد أنا ما يعني. تستسير. اتجاهي له متوسط وإذا بغيت سويته. تذكر أي محاورة بديت فيها بدايتك؟ والله ما أذكرها. البداية بديت عام 85 لكن ما أذكر المحاولة أنا قديمة نعم مبطئ لها تقريبا أكثر من 30 ما تذكرها ما أذكرها زين شين الألحان اللي تشدك في المحاورة الألحان الطويلة مثل شنو والله فيها ألحان زي ما تقول ألحان طويلة وبعضها يصير زي ما تقول فيه طلعة ونزلة زين وبعضها مروبعات هذه أنا أحبها كثير أنت وين ساكن في السعودية؟ أنا في جدة في جدة طيب أنت على البحر الأحمر وحن الآن على البحر على الخليج نعم. العربي راح أجيب لك من ألحاننا القديمة أيوة وأنت أبيك تجيب لي من ألحانكم أنت تقول ألحان الطويلة تحب هي ألحان الطويلة لا. طيب أنا بغني لك لحن طويل وتصور أن في محاورة جايك مع العلم أنه مستضيفك لكن خلنا ندردش ما عليش واحدة مني واحدة منك ايه لحن الطويل طال عمرك عندنا في الكويت من الألحان القديمة يقول أنا لا سمعت اللعب قلبي ساقني سوق جني في عمل طبعا لحن طويل أواجيس قلبي ساعة ما يرجني يجزيها الضمير هذه طبعاً طبعاً أنا شفت صوت شوي عالي هذه كانت يغنونها حتى في المحاورة في المحاورة هي محاورة فرح الهرشاني وسالم بتويل هذه من الألحان القديمة طبعاً الألحان القديمة والطويلة والمروبعة هذا ما هو مروبعة الظاهر يعني زي ما تقول لحن هذا ملحن مروبع. إيه مروبع. أنا البارحة مطلع أنا لا سمعت اللعب قلبي ساقني سوق. سوق. قافية. إيه. تني في عمل عمل قافية. هواجيس قلبي ساعة ما يرجهني قافية. يجزين الضمير. يعني قافية. كل شطر بيت فيه اثنين. كل شطر بيت. فيه حرفين. طيب. حنا نسوي لحد أربع حروف في الشطر بس. في الشطر نعم انا جبت لك لحن عطني سمعني لحن طويل لحن سلام ابقى في بدري على الاسوق بيعه من يسومه وانا بايع وشاري هذه فيها اربعه هذا اربعه هذا بس شطر بيت ذا شطر البيت الشطر الثاني الشطر الباني الثاني ماني بحافظه منت حافظ هذا الشاطر فيه سلام بقال بدري نعم على السوق بيعه من يسومه تشوفه ثنتين نعم وانا بايع وشاري هذا صف واحد نعم. بس نعم ولها يعني بالنسبه لتلحينها اذا بغيت تلحنها على حقيقتها قليل اللي الا بعد محاولات طويله اللي يغنيها نعم يلحنها طيب في لحن طال عمرك طويل عندنا بجيب لك ما دام انت تحب الالحان الطويله اللي تقول يا للفاطر اللي فوقها من كل دشر جديد غالي سلموا لي عليها لا وصلت يا للفاطر المامونة شنو يعادل هناك؟ وين؟ عندنا طال عمرك حنا ممكن يقول في لك جيت بتعلق تقول هذه وش هي تنك بتقول هذه اي هذه نعرفها اللحن ذا قديم نعم. هذا لابو ماجد لا مو ابو ماجد واحمد الناصر الموجود الان يغني هذا سليمان بشريم وسليمان اي صح لكن نعم. الناس تكسب نعم. من الانسان اللي زي ما تقول يستفاد منه هم نعم. لحنه او اسلوبه شعره او حكمته يستفيدون يقلدونه
يقلدون اللحن يقلدون الصوت انت من قلدت يا والله انا يعني ما اقدر امدح لك انا ما اتذكر اني قلدت احد نعم ما 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 اتذكر اني قلدت اي انسان طيب نرجع في اللحون هذه عطنا لحن من اللحان الطويله اللحان الطويله طال عمرك يقول يا خيال هل وقله عصري وطوال ليله والضحى من بكر الله الله والله ضيعت أنا بس ذاك للبيت الأول يعني زي ما فيه فالرد الثاني يقول كان الأرض في قتله وألق الله السيلة شيلها يصبح المهاكر يعني لنا هذا هو هذا نعم كان الأرض في قتله وعليق الله سائله يصبح المهاكر هاكر يعني فوق الأرض نعم والنبت ما ينبت إلا فطراف الحولية وعرف الحجاوة هي زي ما تقول خباية هو يقول ايه؟ يا خيال هل وبل عصر وطول ليلة والضحى من باكر نعم سمعت والنبت ما أدري شلون ضيعت البيت هذا يعني تعتقد أنها تعسر هذه فيها لا هذه لأنها ما هي مربطة ما فيها ربط هذا عادي عادية إيه عادية هذه مربوطة نعم. ما هي مربوطة يعني قاف مطلق بس من أول الناس يحبون الألحان الطويلة زي ما تقول هي ألحان ابن شرايم والهرشاني ومرشود مرشد البدالي الله يرحمه صقر الصافي رحمه صقر الصافي هذا ولا أنا اللي سمعت الألحان الطويلة طوال ولكن هالحين حنا نبغاها ولكن يتحدنا عنها ظروف أول الشيالة صح ما يشيلونها ما يشيلونها صعب انهم يشيلونها ولا هي اللحن الطويل مثل البيت الوسيع اللي تحط لا. فيه غرف وتحط فيه مجالس وتحط فيه مقلطات على كيفك نعم تقدر تركب المعنى تركب يعني تركب المعنى فيه من اي جهه والقفان القصيره ذي زينه للصفوف ولكن للشاعر لا يضيق معها ما يقدر يوسع في المعنى لا. او في الكلمات ابو مفلح الالحان المعوسره المروبع والمعوشه هل له جمهور؟ والله شوف هي ما لها داعي ولكن إذا كان مثلا أنا متأكد بدون أحراج إني ما أحرج الإنسان اللي يغني معي أنا ما أحب أحرج إذا أتوقعت مثلا إن هذا الإنسان اللي قبل لي يجيد اللحن هذا أجيبه له سمعت أو مثلا شاعر مثلا كثرة والشعراء وصار فيها أخذ ورد ونبي نتخلص مثلا أنا والشاعر هذا مثلاً الشاعرين بيتخلصون من الثانيين الباقي الشعراء اللي لا يجيدون الألحان هذه يجيبون اللحن حتى ذولاك ما يتدخلون ما يقدرون يلعبون عليها فيتحاورون في ناس يتدخلون مثلاً زي ما كنا نعم. عندنا في الحجاز يلعبون اثنين واثنين نعم يسمونها رباعية رباعية ولكن إذا بيتخلصون جابوا لحن ما يعرفون له هو يغنون عليها اثنين وذولاك ما يتدخلون نعم أبو مفلح القلطة فيها ألغاز قبل يعني هل ما زالت الألغاز إلى الآن موجودة؟ والله أنا لحقت على الألغاز يجيبونها في الملعب لكن هالحين تركوها لأنها ما لها داعي مثل الحاجة اللي تدسها وتقول تروح دورها يا فلان أي ما أدري ألقاها وما ألقاها أعتقد أنها انتهت يعني أعتقد أنها انتهت بالنسبة للمحاورة لأن لا لها داعي هالحين يجيبون الغاز بس ما هي في المحاورة مثلا في جلسة أجيك بلغز وأنت تجيب لغز وفلان يجيب لغز وهذا يحل فلان يحل إنسان ما هو بشاعر شنو أمتع المحاورات عشت فيها أو اللي شفتها والله المحاورات يعني اللي أنا كل إنسان أنا تمتع معه حسب قدرتي ولكن في شعر برضه اللي كان صفت وساروا الصفوف مضبوطين وسارت الملعبة يعني زي ما تقول حرة يصير هناك أمور يستمتع بها الإنسان أو الشاعر أنا استمتع مع خلف ومطلق مستور شليويح كان أنا وياه شليويح المطيري ورشيد الزلامي كثير شعراء كثير كلهم استمتع أي إنسان حتى اللي بادي العام أنا استمتع معه إيش رأيك في شعراء الكويت؟ إيش رأيك في الكويت في جو القلطة في الكويت؟ والله الكويت جو القلطة ممتع
في الكويت وناس يعني انا حسيت انهم مقبلين اقبال هائل على المحاورات ويفضلونها على كثير من الفنون الشعبيه، لاني اشوف حتى الانسان كبير صغير كلهم يعني متجهين اتجاه فعلي للمحاوره، علما ان فيهم شعراء نظم وفيهم عندهم نظم بس عاد اتجاههم في عقلي انها اكثر. شنو اللحن اللي يجذبك في المحاوره؟ والله لا انا تجذبني صراحه واحب الحان خلف دائما لاني اغني معه على الحان ايه خلف. طيب اللقاء ممتع معك يا ابو مفلح الله يبارك، لكن تعرف دائما احنا نحاول ان نختصر. الله يسلمك، نشكرك على الله يبارك هذا ويا مرحبا فيك. الله يبارك في تلفزيون الكويت وفي دوله الكويت والله بلد الامتداد واحد والوطن واحد. الله يبارك، احنا نعتبر انفسنا بين اخواننا. مشكور مره. الله يسلمك. صيف مرتعي وعلمنا، صيف مرتعي يومي بباكوره وشاف الذيب، يومي بباكوره شراعي يزاحمنا، بابور وشراعي كسرت بابوره بخضر المشاعب، كسرت بابوره بخضر المشاعب. صرت مطواعي تحكمنا، لا صرت مطواعي بالصوت والصورة وروح وجيب، بالصوت والصورة بالصوت والصورة والرجل مكسورة من التعذيب، والرجل مكسورة والرجل
بالمد والصاعي تقاسمنا بالمد والصاعي النجم بدا نوره ونجم يغيب نجم بدا نوره ونسد حنجوره بكلمة غيب نسد حنجوره يعطيك دنقوره ولا هو عيب يعطيك دنقوره وتزهمنا لا تضرب القاعي موتر وماطوره على التوضيب موتر وماطوره Oh,
فيها مرباعي ويوزمنا ما فيها مرباعي دعواك مستورة وشقت جيب دعواك مستورة دعواك مستورة وشقت جيب دعواك مستورة ما فيه مرباعي ويوزمنا ما فيه مرباعي دعواك مستورة في روس الرياعي تصادمنا في روس الرياعي والزمل مجزورة طوال النيب والزمل مجزورة والزمل مجزورة طوال النيب والزمل نشكركم أعزائي المشاهدين ونشكر شعراء المحاورة وإن شاء الله نلتقي معكم في المرات القادمة. مع السلامة.